الحمد لله القائل في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقال: كان خلقه القرآن. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، حديثنا معكم في هذه الوقفة وفي هذه العجالة سيتناول جملة من الأخلاق الفاضلة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الآداب التي كان متحليا عليها لكي نمتثلها ونطبقها وندعو من عرفنا من المسلمين إلى التحلي بتلك الأخلاق وتلك الصفات الحميدة. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخلاق، على أتم الأخلاق، على أكمل الأخلاق وأتمها وأرفع الآداب وأجلها. فقد وصفه ربه بكمال الخلق وعلو الأدب، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هذه الآداب ومن هذه الأخلاق والصفات الحميدة تقوى الله وخشيته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وأخشاهم في السر والعلن، وقد شهد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بذلك في قوله لرحت الذي أو الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن كيفية عبادته صلى الله عليه وسلم، فقال ملخص الحديث: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية.
وكذلك شهد له صحابته بتلك الصفة التي ذكرناها آنفا لحديث عبد الله بن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني كان الرسول يكرر هذه الجملة 100 مرة في مجلس واحد مما يدل على تقواه وخشيته لله سبحانه وتعالى. ومن أخلاقه التي كان عليها صلى الله عليه وسلم الكرم، الكرم والجود، فكان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس. يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وكذلك يشهد لهذه الصفة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. فسأله رجل بين قوسين صفوان زعيم قبيلة من قبائل العرب فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل إلى قومه الفلام للأحد، قلنا فسأله رجل نكرة فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. وهذا يدل على جوده وكرمه ويكفي لبيان مدى كرمه الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم حلمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه وضبطه لنفسه حين الغضب مضرب المثل، إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه لمظلمة ظلمها قط إلا أن تنتهك مهارم الله. ومما يدل على حلمه صلى الله عليه وسلم يوم أُحد لما جرح وجهه وكسرت رباعيته لم يدعو على قريش، اللهم العن فلانا كذا 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 ولا أنت تنياني كي نا كي نغنى. لا، رسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تيجينا الله سبحانه وتعالى دم الله بيغن يتغفر نجو كما الله بيغن دالي اكتاب السنن حقي النبي من مغن كتنو مغن كتن بو سري مغن كتن بو فرم فري مغن كتن بو كلام ونتي اي النبي أنا تغي جبكو فو خوري كما لي أنا تغي جبكو فو فرم فري كما لي تفسير دانو انتي الله سبحانه وتعالى أمتي فارندنا وإنك لعلى الخلق أما ألف لام الله أري منكر خلق لي صيغا نقول منكر لعلى خلق عظيم تفيد التعظيم والتنكير كما درس كما قرر ذلك الأصوليون أصول تفسير التنكير في القرآن يدل على الكسرة والعظمة والتنكير هنا يفيد التعظيم أي إنك على خلق عظيم لا نهاية إذن أنا تجد كفو فرم بريكما أنا تجد كفو جبيكما أنا تجد كفو خوريكما النبي نيمان دو كسيان النبي نيمين كما النبي نيمين كبه أخو جيدون كي وما آيشا غدا مخان كتو يرغا ترنتي فاري انتك جيكوني كان لخاي أنا كمو أتي هي نيامري هيرو بيروغا قرآن نخوندي adok be hinu be ruwa qur'anu no gonde farante ge jikum pa kenya alla ga tana fofo de bari ya tamiru bi aga tana alla to baka fofo yi awla to baka ken farante ge jikum pa tana khulquhu alquran alawamir wan nawahi almawjuda fi alquran farante ge jikum pa kenya alla ga fofo ko aw golnya ngatai wa yutabbiqu في نفسه ويعمل به ويدعو أصحابه إلى العمل به نما نادون كرون كما أدى صاحبهم أدى سر وسر أنك بتدو على فارين بتنا مع الخيام السنجي يوم عرم ومثلا حق لا ينقلنا كفنا خي كسكين غندي كوقت جين غندي كنيا onan chefe hinu dan tanto kamma farem makan kuto lan to konini nan chefe na yama yo ogona masala ikamma wana nyamar khambatiya wana golliyatiya wana alla nyaga alla na gollen na wondoda cikunte ge jikunwa ونا سريخري جل مسلمونا ننتا كمان قانا إدو ينبا تكون تجيب مسلمونا فارنغا ني الله فارنغا بري الله غير سوغاندي farenya tege jikku mpoti manche tege jikku mpo urginche anyi kenya kama ko qur'ana ayangara kono da mamo ko allah subhanahu wa ta'ala da magam kutu ti tege jikku timmante aro tege jikku urginche aya dogada aya ke be garo innaka la'ala khulqin 'azim farani mere jabi sallallahu alaihi wasallam ti alladhi ki khay katti duna dun konuma kudo ila tege jikku faramparo
tege jikku siru ina kunti man kyo ko nanti tege jikku ni fil jahiliya qabla al islam qabila su ayi arabun da ayi seletam di sado ibi cero dinan no gondi islam akeni ya allah da sarebe ta ala al fitrati salima an akeni tege jikku kama an yi nan garin kafirun kundani an kafire go yuna madolo bina abada ama jeni abada ama riba golla abada ama faya abada ko ku makan kutu kundo makan kutu tigan to nyani yu faren ga khay faren ti allah di khay nan ti e ku do ina tiga jikku faramparo tiga jikku siru ina kunya timman ya awgelli jikku siru faren ga ni jikku beru kamma allah kanne seremani yenya ken kamma anga kanna allah ina qut allah fare man sallallahu alaihi wasallam anna ganin chi ti ko annan bati anga na bati anta muhammad ibn abdullah bakka allah kanne fare man sallallahu alaihi wasallam ay meni du jakiti kenga jama be gari fare ko jenni igara fare ka gumuntrindi fare embati mugonga igara fare embati mugonko soroku sikki baninti a ngentaka yene kiyendi nga kiyenju sumunu allah baninti ngentaka khenkene nga wuruntu sikki allah baninti ike yogun limoyenda dagame ida tono kinte yefin iwa inqita'u yana bakka ya harumma fare mbu katia ati khaku yanda kero kero kego ka khaku yanka na allah ina ngotinke nyana allah tunan kota khai nkian kana allah ina ngota khai nke ngammi ngasumunu kendi ngamminni ngakota sumu ngawati sumu na wakati mi ngawati sikki allah da wuroni ngawati khenkhene ngaya kharenye khini serebe gana tintinke annabi sunnanga amma ya ndi da dunke yawo faren bace ga kori kunda ida jace nan tikenni fo ikuma fo da bari ikuma fo da bari kwa bace no gondi yokiyani baninti kentaka minni kiyedi baninti kentaka khenkhene urodi baninti kentaka yedi idan angana ya kamia allah kanna na barenya kanna allah ina kota a idan awogilli tege jikku siru ma allah farenga yi kamma o ku khaga khawani hay wana allah nyaga allah na golli mo gonno wondo da ngoga golli nga ci kunte ge jikku ma kenni maniya kenni fonnan shirabu fonnan shirab fare nga sallallahu alaihi wasallam fare ni fonnan shirayo lalika ibn muhammad kaman ngati ni wamannu wala mannu wamannu fonnan shirana allah fare ma wala mannu wartintalo allah fare batel ina ci gida balaghan su abundi aljinasu tam fare ni fonnan shirenya anta sare warti nan cidan farenni fonnan cirey hide ga fonnan cira hun ko ili jabir ibn abdullah hadisen ayre sida yani atima allah farenndi foi abada farengati ai farengati ai ntanku sere ma yaga abada farengati intaku daga ta kamanda nga ai kunnan cira wukan Anas ibn Malik hadisi ngare ati sirema Allah yaga kuyei nan taniku ganta Allah farenga ken kamanku sire wode yaga sire wode Allah faren yaga Safwan arabu qabila nyimman ka khoreani hinnaron te nyani dinandi farenda tamisa gabe kine yani fa yani fa a'tahu ghanaman yani ghanaman kathira nakra tadullu ala alkasra farenda tamisa gabe kine gidum pilina ga gidu khorom pilina ga warallaqe na warallaqe mpakka tamise na kine ya khen khen ba
كن يوم باني على ذكرتني سرّعة خري خري خروس لما بنقول خروس لما بنقول كن يوم محمد فنان شرياني نخياني أنا أنكو كوي أنت كن فقراء وفلة عبد الله بن عباس حديث بغريب بخاري ومسلم لي في فارنيا صروف فنان شرياني سيرسوري فنان شرينا فارن فنان شرابو ينانكا فارن صلى الله عليه وسلم أفنان شرابو نيجي لجبريل سنقصو مناسي أفنان شرابو نيجي قبونو كينيا نغن دي بريب جبريل غايا قناقارني فارن قرام دي قرآن كن نغن دي فارن فنان شرابو نيجي قبونو فارن صلى الله عليه وسلم anya aya gam ponnan shirafun tati khairinga khairinga dinanta fanka khayin kirma kam min ana fina chelele agar jintinga kam fina ngara jintinga kam muttaqin ana gujei fankenda ga chelle fankenda kam muttaqin mutuara aga woini dagana niye be gari ahajunga jinga aw jingitana niye be hajuga nte jinga ye juwandinte aw jingitana ye farem ponnan shirafu miskine ado banna farem ponnan shirafu nte defonta hunu miskine bane kama wa innama harfu gasri ba farem ponnan shirafu tiyene ko kame ngana fina fankendo jinga telle nokube hadunga jinga ado nokube hadunga teji fere ko ina jalla pare ni fonna ci hore aw ge la ji ku sirenga khadi no khafu pare nya ino khafundi adara ga yu duragana ama ko no kunan fi laysa shadid bi sur'a wa innama shadid man yamliku nafsuhu indal ghadab sere koten pitigi sere kendenten pitigi sere bedo soronga na merga anga yankani ni nyenno woni anga tabuna no woni ayi yugusire ni koy kebera gawe iyon killa gana sere ndam penta anta Allah ganyam fani ndam ndanna nda nke dal ken chuda iri faren dur ki khannen chere faren no sujudi nalli nyogon nyogomen ko hono mutu nallara kannen kam maga sujudi en nogon tikenni fare anu khagu talinyan katim tikenna waire amasabati nanti Allah fare ada bimbaga ndenya idu danga to nyange igada tonya فارن ناي ايبات اي تامبون توغا سري اما سبات غانتا بشط غانتا انا الله حرمان الله حرمان تفي انا كم طاسا انا حرمان بارسا كم بير فارن ابوت كم بير فارن تبوت كي بي غان وخا خون كويني كوتا بي اودي كوتا يغدا ا يغدا اي سوكي جوغي na kambon kunkoso fare maduwa ida ngade arni takemborondi arni nyakundu arni nyakundu fare nga sallallam fare nti Allah nganya gana anna nyampin chorom maha intatwa fare mati nke ande ke nyinke ay kabasi ona basi mojib مؤمن خالص انتن تكم كون فارن دوا اسرونيا الله ما دوا ونجابي كوم بي متو مكه غانتا سلاما هونغارون بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات
الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأفضل، من صفات الكمال ترك الشخص معاقبة من اعتدى عليه مع القدرة عليه. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغاية، امتثالا لقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن الجاني كما حكى ذلك ابن المهيب، صاحب ابن المهيب. ومما يدل على كريم عفوه أنه لما فتح مكة عنوة قال لأهل مكة، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم طلقاء، يعني أحرار. وهذا يدل على كريم عفوه وسماحه للمجرمين. تيجينا الله سبحانه وتعالى دم الله بيقول انت يقول انت كما الله نيمان دان كسينا النبي يمون خيانغارين تيمان دان كما محمد بن عبد الله أدي دنكونو أدي صاحبانو أدو سرسوغة بتدو أترك اللينا مع الخيام السنغج ومارمو إسلامنا ومجري وقال جوابنا على فارين تجيكم ننكم حتى يكسبون كما لعل الله أن ينفعنا جميعا بتلك الصفات. فهذه كن مهم كتوب وقرأ وقسفي كما ومقرأ وقسفنا كما أيا غني تجيكم بوسري أوجي لا يبوي كني منيا كني يمحي ننيمبا منيا ننيمبا سرمها سربي قدان تورو الله وينن تنبونتوا كمان أن ننيمبا كمان ما يمحي أنا جيلي ما كان كتوم بوتيم مانتيني. أوريدني كيف أن سر ينعن قتيل تهونونا سر كيف جيادان كم سر بجيادان كم أن أينعن قتيل تهونونا الله وينان تنبون تجاي
لكن أناتي نيمفم مها هو الله فارغ صلى الله عليه وسلم أغتي مكان كندنا اذهبوا فأنتم طلقاء كوري أما كوري دي الله وينان تبون تغي لكن أنا نيمفم مها براجو غورنا نغندي لذلك كمسروا الله مها يوتيني سرسوغر فوقني كندنا حيا وميتا إيامبا إيه وقتون يعني إيامبا غيري الخيام قوتا إيقما يامبا الله وكيتيني نخا أنا يامبا عند فوسيرين سربيغ نكتو يامبا عند فوسيرين أنا ما يامبا أكمان دان تورا أكمان دا هوا كونان دانا akamanda ampa kenya burundi alkiyama kota ken kamanya nyana al muflis senkenye nyemme serebe tambale munga muru karasu agara serebe ntonya dunambire nokon kewa muru kewa muru kewa muru tambu ntugene dunadi la garani barajindi kanya ampi surunya hay taganini naga nikini kamanno fisre ganta maga inihi burulanka yesrebe gana katuna nyamba kenya ni foti mantenga kenya ni fosirema anna nyamba tarena anna sere nyanga katen to hononga srebe ga yadan kama ankara wai nan tambuntu ga kamanga anyamba kamanga الله فاره سريما الله فاره بغا كن نغني سريما الله فاره بغا كن نغني ودكو فاره صلى الله عليه وسلم او سجود نغني نالي نيغو مين قوغون قوغونو تو نارا اخنن كما نادر كي خنن بانغي نا سيتي نا سيري ما ابو بكر الصديق قاتنا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله أخنا سري كرنيا أجنب من يفوف ويغتي كمن الله إن الله باني أبتا فارغ صلى الله عليه وسلم أني ملوري أهد كوتا إغدا دلين جوغي إغدا كمبون قصو أغتي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله يمكن شرم مغا إن تتوى فارغة صلاحة بغا كم كويني فارغة مكة أرو مكة أرو وجود تنبسر اللو مكة مكة مني سيني أرو مكة مني عنوة نية سر وجود في اللي سر إسلام أبو كفيني نونا فانكان شاگه كتي محمد بن عبد الله صناديد قريش اسومغو فارنج ادمانكو ادماني جابي دانغا كينشينوكو اما كانكو ايوا قتلنا من كما ننقاونا من يتاخاي اذا كمي يغوي بغاني كوتابي سربي غارينتي فارندو ابو بكر الصديق انغرينتو والله يفره نانغورتي تاندومبوما awa niyena lenki ana Allah da ado ifare duronta hunna Allah da adi fare nan kauna maniya ta khai asimen din nan kauna maniya ta khai ila maniko qalu khairan akhun wa ibn akhin karim akhun karim wa ibn akhin karim akhi fulan shire مارن قلنا شري مارن شري مارن ليه على بقول كيفين وقندي كين خاني فلنا شرينا كين خاني يمحانا فارن جابي صلى الله عليه وسلم طيب اذهبوا كأنتم طلقاء قدقا دخل وراء
kan horoy fare nyam pi maka ganta soro dantanto ijramu ngabo iya ngong ngabo ibnu al-akhtal wa galliya kebe gari gidu si talikaba al-kaba yurdoma tina wasayna kari soro dantanto nunga ila kunkari siyasatan سياسة الشرعية الحاكم الإسلامي أو هيرو دبرني إن تكون دنا سياسة ينغون ينغبو أراني ينفري مها لكن إيكال لنا كن ينفسو دين أنت إبرينا ويرا هنا ينفكم مها تعروف اللي inaraga anayam para anachin daga sage anasal yo muslimon yin manken a hiru yogun da bari nan kun da bari ne hin tuwa bu yogwa dan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma ansur ikhwanana almujahidin fi sabilik اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصرهم اللهم كن له أولا ونصيرا يا رب العالمين اللهم انصرهم اللهم انصر المستضعفين منهم اللهم انصرهم الأطفال والنساء والسكالى يتضرعون اللهم انصرهم اللهم انصرهم على السهاينة اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين على اليهود المغضوب عليهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم عليهم اللهم افتح عليهم وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم